السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله حضرتك يا مولانا. الحمد لله. نسألكم الدعاء. الله يكتب لنا ولك التوفيق يا رب. اللهم امين يا رب. لو في زوجة يا مولانا بتكذب على زوجها يعني وبتخبي عليه. وهو خلاص يعني حاول معاها وينصحها وبتاع وهي برضه ما زالت تخبي عليه وتكذب عليه يعني. يعني تجزي في امور جوهريه ولا كذابه يعني في حاجات خفيفه؟ هو يا مولانا هو يعني هو المشكله في المبدا يعني هي حتى لما بتكذب عليه بتعمل حاجات يمكن هي لو استاذنته فيها هيأذن لها يعني. بس هي المبدا يعني ان هي مصممه ان هي دايما. هل هذا الزوج شرير وهي تكذب خوفا منه او ليس بشرير؟ خوفا منه يعني شرير. عدل يعني هو حازم لكنه في العدل يعني في مش في الظلم يعني. طب انت ماذا تريد؟ يعني لو يكون في انفصال يعني. يعني زوج يريد ان يطلق زوجته لانها تكذب خوفا منه كذا السؤال؟ مضبوط. ايه رايك انت؟ افترض ان هي اختك. افترض ان هذه المراه اختك وان زوجها شديد عليها فاحيانا تكذب خوفا منه. يا مولانا يعني هل يطلقها ولا بس يصبر؟ ننصح زوج اختك كده يطلقها ولا يصبر شويه؟ افترض ان يعني زوج اختك رجل شرير شديد عصبي. لا شرير لا هو شديد ماشي شديد عصبي ماشي شديد غير شرير شديد تمام شديد تمام وكذبت خوفا من شدته وغلظته فكذبت في امور يعني خفيفة ليس كذب يمين غموس تسرق به ولا شيء إنما كذب يعني طبقت ما طبقتيش أشياء خفيفة. أنت تنصح زوج أختك بهذه الطريقة إنه اللي يطلق ولا يمسك؟ هي أختك لو يستطيع إنه يمسك يعني فهو خيرا يعني. خلاص جزاك الله خير شكرا ماشي يا ولد الله يبارك فيك.